وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا. يعني فعلا بيحس كده بحاجات جميله. انقل الاحاسيس الجميله دي للام والاب بدل ما تخش انت كحاكم بقى على بيت والدك، واخد بالك، وان انت تدخل كده كانك انا العالم وانتوا اللي ما تعرفوش حاجه، انا المطيع وانتوا كذا. لا لا لا، خش كده بادب وبذوق وبرحمه، واخد بالك، وانقل لهم الاحاسيس الجميله اللي انت شايفها او اللي انت حاسسها. دخلت لقيت امك مثلا قاعده بتتفرج على فيلم، بدل ما تقول لها ده فسق وده كذا وده كذا وده كذا زي ما بعض الشباب بيعمل، لا لا، خش السلام عليكم يا ست الكل، بوس راسها وبوس ايديها، وازاي اخبارك عامله ايه؟ انا نفسي اقعد معاكي من زمان، طب تاذنيني اقعد معاكي اتكلم شويه؟ طب يا حبيبي اتفضل، طب بس لو نوطي الصوت شويه؟ هتوطي الصوت. طب ما ايه رايك اصل انا بصراحه مش عارف اركز معاكي، طب ما تقفليه؟ اقفله يا حبيبي، طب قافلها، جت بصوره ايه؟ غير مباشره. وبدات تتكلم معاها، عارفه يا امي والله امبارح الحمد لله صليت قيام ليل، فكان في ركعتين كده حسيت فيهم بقى حسيت كده امي، حسيت كاني والله في الجنه يا امي، سبحان الله. اصل واحد من السلف يا امي قال كده، قال والله انه لتمر بالقلب ساعات يطير بها فرحا حتى اقول ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه الان من السعاده انهم لفي سعاده وفي نعيم. خدت بالك؟ اقعد انقل لها الاحاسيس الجميله، مش بقى المساله بقى يعني خبط ورقع، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. ده الام والاب دول اوسط ابواب الجنه، زي ما حبيبك قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه. يعني ايه؟ يعني احسن ابواب الجنه. وتحضرنا هنا قصه غريبه جدا، بس بعد ما تصلى على حبيبك. كان في شاب لسه يا دوب يعني في بدايه التزامه، كان واخد المساله بقى كده، انت عارف بيقول لك ايه؟ كل غربال وليه ايه؟ وليه شده، خد بالك؟ فكان واخد المساله بقى شد كده يعني. فابوه وامه كانوا عايشين في محافظه وهو بيشتغل في محافظه ثانيه. فكان بيرجع لهم يوم الخميس والجمعه. بيشتغل ويرجع. فاول ما التزم بقى كده ومش عارف ايه والكلام ده كله، راجع اول خميس وجمعه، فدخل لقاهم قاعدين ايه بيتفرجوا على التلفزيون، ايه اللي بتعملوه ده؟ وده فسق وده مش عارف ايه وكذا، ودخل اوضته وقفل على نفسه. حاضر يا حاج، قام طفي. الاسبوع اللي بعده راجع من بره، انت لازم تلبس الحجاب والا لو ما لبستيش النبي عليه قال صنفان من اهل النار. حاضر يا حبيبي، هلبس حجاب. واخد المساله معاهم ايه يعني، مش بلين كده، لا بشده يعني. فجه الاسبوع الثالث جاي بقى من الشغل مستعجل، وكان جاي متاخر، فكان اذن عليه المغرب، فدخل عشان يلحق المغرب والعشاء بسرعه كده احسن ايه الوقت اتاخر عليه. فدخل الغرفه بتاعته، فمن اللهوجه ومن السرعه نسي اتجاه القبله، راح مد ظهره للقبله، الله اكبر، راح ايه، وراح داخل مصلي. فامه قاعده بقى خايفه، فقالت لاخوه الصغير خش يا حبيبي شوف جالنا النهارده ايه بجديد يا حبيبي عشان نعرف بس ونحضر نفسنا. فتح الباب ودخل وراح قافل، قال لها ابشري يا حاجه غير القبله. واخد بالك؟ فالشاهد النهارده كله يا جماعه ان احنا نكون عندنا يعني رحمه ولين، ويعني اذا كان سيدنا عمر كان رحيم بالدواب، انت ما تكونش رحيم بالام والاب اللي هم اوسط ابواب الجنه. فدي صوره من صور. اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.